كلنا استمتعنا بفترة عيد الميلاد بالفستيفال الكبير يلي صار أيضا بوسط بيروت، وهلأ نسخة بتاخدنا لسبرينغ فستيفال لحتى نحتفل بالحياة بالربيع، نحتفل بالأعياد كلها. ضيفتي بالستوديو لحتى نحكي عن سبرينغ فستيفال جبيل جاردن بكل تفاصيله، بصرنا استضيف معي بالستوديو المديرة العامة لشركة إن أكشن إيفانت سينتيا وردة. سينتيا صباح الخير. بونجور، شو أخبارك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك سينتيا. يعني أول شيء أدل بانيك مع التأس، يعني تعريف شوي ستريس كان عالي، خاصة هال إنه جمعة الماضية، لأن كنا لازم نقرر شو منعمل، لأنه كان المفروض يكون هالجمعة. وقتها شفنا الزمهرير والشتاء العواصف، خلينا نأجلها جمعة تنكون on the safe side، لأنه إتينا جاردن منه بمحل مسكر، فينا ناخد الريسك إنه إذا شتت ما شتت، فقلنا رح يكون بعشرين الشهر، رح يبلش لثلاثة وعشرين الشهر. صحيح، من عشرين لثلاثة وعشرين نيسان سبرينغ فاستيفال جبيل جاردن. خبرينا هالفاستيفال شو رح يفرق عن غيره؟ وبعرف الاديسيون تبع نويل كانت كتير ناجحة يلي كانت بوسط العاصمة بيروت، قدي هيك كل مرحلة وقدي كل احتفال بلبنان عنده طابع خاص، وقدي نحن عنا سبكتروم نقدر نستفيد منه بلبنان، لأنه عنا غنى وتنوع وريشاس مهمة جدا بهذا الإطار. مزبوط. تعرف أهم شيء لبنان بلد صغير، يعني الواحد فيه يروح من شماله لا يعني من دي سود أو نور بسهولة. فقلنا كل وقتها ما رجعنا من بعد الكورونا، من بعد هالأزمة كلها، من بعد ما شفنا إقبال العالم بكريسماس، إنه ما فينا ما كل سيزن يكون عنا شيء حلو وشيء رائع، ولازم يكون بمناطق مختلفة. فنقينا جبال لأنه شو في أحلى من جبال كتراث، كنتوا عم تحكوا عن تراث لبنان، إنه جبال من أحلى المناطق اللبنانية، أحلى شيء الواحد فيه يروح يكزر فيها ويتعلم قصص مع أولاده، لأنه جبال يعني من أحلى المناطق. فنقينا جبال لأنه كمان لقينا إنه في هونيك بابليك جاردن ولا أحلى من هيك، كتير حلو كتير كبير وكتير فينا نعمل أكتيفيتيات بقلبها. فسبرينغ فيستيفال قررنا يكون بجبال، وأكيد تعاوننا مع بلدية جبال، وأكيد مع وزارة التوريزم تا كمان نقوي شوي الفيزيت على الإقبال على المعرض اللي رح يكون بالسبرينغ فيستيفال. سنتي قبل ما نحكي بالتفاصيل، وبعرف أنه كتير غني البرنامج اللي رح يستمر من 20 ل 23 نيسان، رح نروح لتيزر صغير بيختصر هيك كل هذا السحر يلي رح نشهده بهالثلاث أربعة أيام، ونرجع نحكي بالتفاصيل أنا وياك منتبع سوا. Meet us at the Spring Festival in Jbeil Gardens, where green spaces and blue skies will set the tone from April 20 to 23 for an unforgettable event featuring Lebanese designers and concept stores, best street foods from around the world, a blooming flower market, live bands and DJs, kids shows and dedicated kids areas, wellness workshops and therapy, calisthenics shows and more, brought to you by In Action Events and Su'ul Akel in partnership with the Ministry of Tourism, Jbeil Municipality and LBCI. Proceeds will power Jbeil street lights with solar energy. لكن 20 21 22 و23 نيسان الاسبوع المقبل بجبيل. رح ابدا بالبدايه مع الاكزيبيتورز اللي هن تقريبا 30 عارض رح يكونوا موجودين. شو رح نشوفوا؟ اداه تركيز كمان على الصناعات اللبنانيه، وبعرف هيدا هم ومنه هم، انما هيك دفع بوش أكثر لكل الأشخاص يلي بهيدي المرحلة عم يعطوا من حالهم ليبقوا بلبنان. تعرف نحن الكور تبع إن أكشن إيفنت، وتبلشنا ب إن أكشن إيفنت، كان الدعم الصناعة اللبنانية، اللبانيز أرتيزنز، اللبانيز ديزاينرز، كل هالإبداع الرائع اللبناني يلي عم نشوف
سنة ورا سنة أداء عم بيكتروا، أمداء عم بيكونوا يعني الإبداع رائع بكل شيء، بالأحذية، بالتي، بالأكسسوار. وهلأ سبرينغ فيستيفال في كتير قصص للجاردن، للبيوت، وجربا نقيهم هو 30 ديزاينر يكونوا مختلفين عن بعض، تنعطي لكل واحد حقه، كل واحد محله، ويكون في كمان كتير تنوع بين بعض، ما يكون فيه قصص عم تتكرر. فمثل ما قلت، اليابانيز ديزاينر بيتكلوا على هيك نشاطات تيفرجوا شو عم بيعملوا، لأنه لا بيكونوا بالمولات، لا بيكونوا موجودين بمحلات، أكتريتهم بركة ما فيهم يكونوا بمحلات خاصة، فبينتروا هيك إيفنتات يفرجوا إبداعهم، وبعدين بيكبروا من هون. يعني في كتير ناس بلشوا بإكزيبيشن هيك صغيرة وكبروا وصاروا هلأ انترناشنال. فكتير مهم هول النشاطات يكونوا دعم لليبانيز ديزاينرز. طبعا هيدا أهمية مشاركة ودعم الصناعات اللبنانية بإطار هيدا الموضوع. الفوتريلز اللي رح يكونوا موجودين بلبنان غني بالاف ان بي، بالفود اند بيفرج اندستري تبعه، وعندنا سبيكتروم روعه، يعني من اطيب الستريت فود للريفايند فود يلي ممكن ناكله. مزبوط. عن جد مثل مطاعم لبنان ما في حول العالم، يعني قد ايه بنسافر وبنبرم وبنروح وبنجي، لبنان دائما متفوق بهذا الاطار. كمان قد ايه عندكم حرص على اختيار الفوت ريلز اللي مشاركين ليكون في تنوع، وكمان ما يكون في يمكن تكرار وهيك تتضارب الاشياء مع بعضها لحتى الكل يكون عم يستفيد. مزبوط. بتعرف نحن دائما بنشتغل مع سوق الاكل، لانه سوق الاكل معروف انه بينقيهم على الطبليه وكل واحد مختلف عن الثاني، وكمان بيعمل ادابتيشن وين بنكون على السيزن. انه هلا نحن بجاردن في كثير قصص، بتعرف بلش الشو، في كثير اولاد رح يكونوا، فجربنا نقي كونسبت يكونوا كمان مختلفين عن بعض، وكمان ما بتلاقيهم وين ما كان. يعني شيء واحد لازم بتكون تقصدونا تعرف عن شو عم بحكي. اكيد هيدا اكيد. يجوا الناس تيشوفوا ويقولوا والله جربنا شيء جديد، اكلنا شيء جديد. ممكن لانه دائما وقت شو بنجرب نعمل بهالايفنتات يكون شيء اكسبيرينس جديده، الناس انه بيلدينج ميموريز، انه واحد يكون عنده يظهر من هالايفنت يقول والله عشنا شيء حلو، اخذنا صور حلوه بقيت بقلوبنا وبراسنا. اكيد هيدا على كل حال رح ياخذوا صور حلوه، لانه رح يكون في باك جراوند كمان للفلاور ماركت. صح. الرائع. صح. خبريني قد ايه مهم بالسبرينغ فيستيفال انه يكون في فلاور ماركت، ومع تنوع لبنان كمان بالثروه الحرجيه يلي عنا اياها والزراعه وكل هالامور، والورد والزهور جزء اساسي، والفردير جزء اساسي، موسمها هلا بوقتها. بتعرف هلا كل الناس عم بلها تشتري قصص لبيوتها، للبلكين، للجاردن تبعها، وهلا مثل ما بتقول موسم الواحد يبلش يزرع. فنحن قاعدين بجاردن دجا، الجاردن كثير حلو، يعني يلي ما بيعرفوا رح يكتشف محل رائع بالجبال، وراح يصيروا يزوروه بفتكر كل هيك تباعا. فلانه دجا نحن بجاردن كثير حلو، قررنا نعمل لك المدخل تبع الجاردن يكون فلاور، ذا فلاور فيستيفال فلاور جاردن، فالناس فيها تجي وتنقي شو ما بدها للجاردن تبع، على البالكون تبع، حتى للاوفيس تبع. بتعرف واحد كثير حلو يكون عنده دائما بمكتبه شيء اخضر او ملون، بيعطي حياه. فبيجوا بيتسلوا وبيشتروا كمان البلان تبعهم، وبعدين اكيد عندها كثير فقرات كثير حلوه جوا، يعني لكل العائله. عندنا كيدز اريا كثير كبيره، رح احكي عن الكيدز اريا لانه وصلتي لي على النقطه اللي بدي اطرحها. دائما الاولاد حصتهم بهيك نوع من ايفنتس، بهيك نوع من نشاطات، وخاصه سنس اليوم يعني الاهل عم يحتاروا شو بدهم يعملوا اكتيفيتيز لاولادهم. مش الكل قادر كمان انه ياخذ اولاده ويغير لهم جو. الوضع الاقتصادي يلي فارض حاله عبء على الاهل، انه شو بدنا نعمل نشاطات لهالولد يلي مضروب بالبيت وما عم نقدر نامن له يمكن كثير من الاشياء. في اولاد كثير محظوظين انه اهلهم قادرين يامنوا لهم، بس العدد الاكبر، ومع الاسف بلبنان مع تزايد الفقر، مع كل يلي عم بيصير فينا وما بنستحقه ابدا، الاولاد عم يدفعوا ثمنه هذا الجيل الصغير. هلا قد الكيدز اريا مهمه عندكم؟ نحن دائما نركز على الكيدز اريا، خاصه هلا في ثلاث جماع فرصه، يعني الاهل بفتكر يعني ضروري يكون في شفطوار للاولاد، رح يجنوا بفتكر الاهل والاولاد بالبيوت. فهيك نشاطات كمان انه بيعطون فرصه. دجا كزدوره، الواحد يروح على جبال كزدوره، لانه مثل ما قلنا انه جبال في كثير قصص تعملها كزدير، حتى اذا كل واحد مع البيجي
تبعه. أكيد بتزور القلعة، بتزور المينا، وأكيد بتزور السبرينغ فيستيفال يلي كمان عنده حصة كتير كبيرة للولاد، مع إنفليتيبلز، مع بانجين جامبينج عاملين هالسنة، مع كرماس كتير مهضومة، مع هالسنة عنا كانت سيربريز بطلت لأنه رح أقولها، في مونغولفيير يطلعوا فيها الولاد، ينزلوا يطلعوا فيها، يعني في إكسبرينس كتير مهضومة. دجا الواحد يكون بجاردن أو بلانير بالالعاب بيتسلى exactly. بيتسلى وبغير جو مزبوط. بعدين كل واحد على قدراته بيعمل يلي فيه قد ما بده، بس انه دجا الاولاد اذا يعني بتعطيهم مجال يفلتوا بجاردن بيكونوا كتير مبسوطين. اكيد سنتي الدخول مجاني او كيف عم بتصير الامور، ولكن كل واحد شو بيعمل، شو ما بده يشتري، شو ما بده يعمل اكتيفيتي، بده يكون عم يعني حر الواحد حسب البجيه تبعه. يعني معموله بطريقه لحتى كل الاشخاص يعني فيهم يصرفوا كميه كبيره، مثل ما انه بكميه كتير قليله قادرين يعملوا نشاط ويغيروا جو. كل واحد عقده، وخاصة أكتيفيتات الولاد بنقون عنا بورد جيم، يعني حتى التينيجرز فكرنا فيهم بألعاب بيتسلوا فيهم، لأنه بتعرف في عمر بيضل هو بنسميه العمر يلي بينق على الأهل exactly. حتى هني إن لا بدنا نعملهم بورد جيم كتير كبار، يعني 11 14 15، هيدي الكريتيكال ايج، يعني منهم ولاد ومنهم كبار مزبوط. وسائلين شو بدنا نعمل فيهم سائلين. بس مهضومين. جبنا لهم في آر، جبنا لهم بورد جيم كتير كبار، فكتير wow. في قصص للتينيجر لهالعمر يلي كمان بدهم يتسلوا ويكونوا مع العائلة، ويطلعوا من تيك توك ويطلعوا من السوشيال ميديا وينسوا التليفون شوي، غيروا هيدا جو. مش معقول، هيدا كارثة، لازم ينشال هيدا بإيدك كله. أنا للشغل أنا للشغل exactly. بس المشكلة اليوم صرنا كلنا هيك، يعني إذا بيبعد التليفون مش من ضيعه، يعني ما فيك توقفه، بس فيك تعملوا limitation. We can control it. مشان هيك روحوا على سبرينغ فيستيفال، غيروا جو، ارجعوا للطبيعة. لما عم نحكي عن انه الجاردن كتير حلو، كمان في بارت كتير مهمه هيك لفتتني، لانه مش دائما بنشوفها بهيك نوع من ايفنتات اللي هي الويلنس سكشن. شو عاملين من خلالها؟ هيدي تجربه جديده لنا عم نعملها، لانه كمان بجاردن، ولانه نحن بنبلش الساعه 5 بعد الظهر الخميس ونهار الجمعه، وسبت الاحد من 12 ل 12، فعندنا كمان كل قبل الظهر رح يكون مكرس ليوغا، عم نعمل يوغا مع سيرفام، عم نعمل بوت كام مع في كاليستانيك. بتعرف كاليستانيك هلا كثير صارت درجس خاصه للتينيجرز، فكتير في فقره حلوه اكتيفيتيز بتعرفي للهيلث والويلنس، لانه اليوم خاصة بعد الكورونا لاحظنا انه كل الناس كثير مركزة على حالها، على المونتال تبعها، على جسمها، لانه بيقولوا العقل السليم بالجسم السليم، بقى بيروحوا سوا. وللكبار وللصغار انه حتى صار في يوغا للولاد، صار في كثير اكتيفيتيات جديدة للولاد كمان تيروقوا بعيد عن الايبادات وبعيد عن كل شيء تكنولوجي والتكنولوجي. فجربنا كمان نكرس هيك سكشن كثير كبيره للكبار والصغار، تيجوا يتسلوا وهيك يتنفسوا بالطبيعه. فكمان كل شيء، كل الديتيل اون سوشيال ميديا تبعنا، فالواحد اذا بده يسجل حاله، لانه في كلاسز صحيح لازم يكونوا عم يتسجلوا، لانه بعرف في يمكن كاباسيتي او مزبوط. قدره تحمل معينه لعدد الاشخاص المشاركين مزبوط، وخاصه للاساتذه يقدروا يعطوا من من طبعا. من نفسهم، ويقدروا يكونوا مركزين على الكل. فانه انا بدي الكل يفوت يتصلوا فينا على السوشيال ميديا او يسجلوا حالهم اونلاين على الكلاس اللي هن حابين يعملوها، اكيد ليكونوا مشاركين. سوشيال ميديا ان اكشن ايفنتس على انستغرام، وكل التفاصيل عليها ما بتضيع ابدا. سينثيا ثانك يو، لانه بعد في ناس حلوين من برا ومن جوا مؤمنين بلبنان الحلو. شكرا لك لكل اكيب يلي عم يشتغل من قلبه، وبنشوفكم لكن بسبرينغ فيستيفال بجبيل جاردن ب 20 21 22 و 23 نيسان، يعني الاسبوع الجاي، خميس جمعه سبت احد، او تنوضح الرؤيه اكثر كمان، يلي بيكون تقريبا ويك اند عيد الفطر مزبوط. هيك ما منضيع ابدا تواريخ من كل لبنان، توجهوا على جبال على الايفنت. شكرا لك سينثيا، بتمنى لك نهار حلو.